بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت يا رب اذا شئت تجعل الحزن سهلا سهل لنا امورنا واشرح لنا صدورنا واتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير وبالاجابه جدير ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ثم اما بعد مشاهدي الاكارم اينما كنتم طبتم وطاب مجلسكم والسلام عليكم ورحمه الله اليوم ان شاء الله تعالى تتمه لما سبق ان تحدثنا فيه وهو كتاب البيوع مع باب من تلك الابواب عنوان له الامام مالك رحمه الله تعالى بقوله ما جاء في بيع العربان العربان ويقال العربون بضم العين ويقال كذلك العربون او العربون كل هذا لغات فصيحه صحيحه والعربون معناه ان يتفق المشتري مع البائع اذا اراد ان يشتري منه سلعه فيعطيه مبلغا مسبقا على ان انه اذا تم البيع بينهما فان ذلك المبلغ الذي دفعه مسبقا يحسب من الثمن وإن لم يتم البيع فإنه يتنازل عن هذا المبلغ لصالح البائع وهذا هو المعروف وأما حكمه فقد اختلف فيه العلماء ولنذكر ما ذكره إمامنا مالك رحمه الله تعالى فذكر رحمه الله تعالى عن الثقة عنده عن مالك عن الثقة عنده اختلف العلماء من هو الثقه عنده هنا في هذه في هذا السند فبعضهم يقول هو ابن لهيعة وبعضهم يقول هو الامام الزهري ابن شهاب الزهري عن عمر بن شعيب وعمر بن شعيب هو حفيد عمر بن العاص عن ابيه شعيب عن جده يعني عمر بن العاص الصحابي الجليل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان. يعني هذا الحديث الذي رواه الامام مالك يدل على عدم جواز بيع العربون وهو مذهب الامام مالك ومذهب ايضا الشافعي ومذهب ابي حنيفه. ودليلهم في هذا هو هذا الحديث الذي رواه الامام مالك ورواه كذلك اصحاب السنن. وإن كان الحديث تحدث فيه بعض الناس وتكلموا فيه في صحته فضعفه بعضهم فلهذا رأينا الإمام أحمد رحمه الله تعالى يأخذ بقول عمر رضي الله عنه في معاملة حدث له أنه تبايع مع أحدهم ببيع العربون فمال إلى الأخذ بهذا لصحته عنده ولم يأخذ بهذا الحديث لعدم صحته عنده قال الامام مالك رحمه الله تعالى وذلك فيما نرى والله اعلم ان يشتري الرجل العبد او الوليده او يكت... يتكارى الدابه ثم يقول الذي اشترى منه او تكارى منه اعطيك دينارا يعني مسبقا او درهما او اكثر من ذلك او اقل على انه ان احدث آه إن أخذت السلعة إن أخذت السلعة أو ركبت ما تكاريت منك فالذي أعطيتك هو من ثمن السلعة أو من كراء من كراء الدابة وإن تركت ابتياع السلعة أو كراء الدابة فما أعطيتك لك باطل بغير شيء، يعني هو لك لا أطالبك به. والحقيقة أن العربون اليوم أصبح معاملة شائعة وكثيرة الانتشار وعمت به البلوى وصار متعارفا بين الناس فالذي نميل اليه في هذا هو التيسير على الناس ولا باس ان ناخذ بقول المخالف خاصة للحاجة لان كثيرا من الاحيان يتفق البائع مع المشتري ويعدل المشتري من غير سبب ولا مبرر ويلحق الضرر بهذا البائع الذي فاتته فرصة للبيع أو ربما كسدت سلعته ونقص ثمنها فهذا هذه المعاملة أو العربان تكون جبرا لما يمكن أن يقع من الضرر في حالة ترك إمضاء البيع وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى والأمر عندنا أنه لا بأس بأن يبتاع العبد التاجر الفصيح بالأعبد من الحبشة أو من جنس من الأجناس ليس مثله في في الفصاحة ولا في التجارة والنفاذ والمعرفة يعني بيع العبيد ليس فيه يعني ربا الفضل قال مالك ولا بأس بأن تبيع ما اشتريت من ذلك قبل أن تستوفيه إذا انتقدت ثمنه من غير صاحبه الذي اشتريت منه يعني إمامنا مالك يجيز البيع قبل القبض إذا نقد الثمن فلا يشترط القبض في جواز البيع إلا في الطعام لأن الحديث ورد في الطعام فاقتصر الحكم عليه ولم يعده إلى غيره فالذي يحرم بيعه قبل قبضه هو الطعام فقط وأما ما عداه من السلع فجائزة عند إمامنا مالك رحمه الله تعالى وبقي أن نذكر أيها الإخوة والأخوات بجملة من أداب البيع من أداب البيع أولا المسامحة يعني اليسر وعدم التشدد في البيع أو الشراء يعني في المساومة بعض الناس يعني فعلا يتعب البائع بكثرة المساومة وأيضا بعض ال بعض المشترين يتعب البائع في المساومه وكذلك العكس بعض المشترين يتعب بعض البائعين يتعب المساوم او المشتري كذلك في الرد والتشدد في السعر وهكذا والنبي صلى الله عليه وسلم بين وقال رحم الله رجلا هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمه لمن لمن كان سمحا في بيعه أو شرائه أو قضائه رحم الله سمح رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى يعني معنى السمح يعني يكون لينا يسيرا لا يتشدد في المعاملة ولا يعنت الطرف الآخر بل يتسامح ويغضي وييسر المعامله لتكون معامله سلسه ليس فيها ما يعكر او ما يجعل المعامله عسيره فهذا كله من السماحه وصاحبها مرحوم من الله سبحانه وتعالى بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم له رحم الله سمحا رحم الله رجلا سمحا اذا باع وكذلك اذا اشترى واذا اقتضى يعني اذا طلب حقه ايضا يطلبه باللين والسماحه من اداب البيع ايضا الصدق وشيء مهم جدا ومهم جدا في, في البيع ان يكون البائع والمشتري صادقين ومن تمام الصدق الا يكتما ما بالبيع او الثمن من العيب يقول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو قال حتى يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما ومن الصدق عدم الكذب في الثمن كأن يقول أعطيت كذا وهو لم يعطى وهو هذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه من كبائر الإثم الذي يستحق صاحبه العذاب والعياذ بالله فقال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم منهم رجل أقام سلعته بعد العصر فقال والله الذي لا إله غيره أعطيت فيها كذا وكذا وهو لم يعطى. أيضا من آداب البيع ترك الإكثار من الحلف ولو كان صادقا لأن الحلف كثرة الحلف مظنة إلى التهاون فيها والدخول في الكذب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ولا الحلف منفقة للسلعة ممحقة من للبركة"، والله تعالى يقول: "لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم". أيضا من آداب البيع التبكير، أن يقوم التاجر باكرا، يفتح متجره باكرا، فإن الأمة بارك الله لها في البكور. أيضا توثيق المعاملة، إن أمكن ذلك فهو ادعى واولى في توثيق الدين وعدم الانكار بعد ذلك ايضا من اداب البيع تقديم ما ينتج او ما تنتجه بلاده على غيره حتى يقوي اقتصاد بلده وايضا الرفق بالناس في الاسعار الا نغالي بالاسعار خاصه اوقات المناسبات والاعياد الا نجعل هذه الفرصه إرهاقًا على الناس بل كلما يسرنا على الناس يسر الله لنا وكما تقول العامة الرزق على العام يستطيع الإنسان أن يجلب الرزق في خلال السنة ويكون العمل الذي يقوم به في المواسم والتخفيض في الأسعار يبارك الله له في العام كله نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن ينتفعون ممن يستمعون وينتفعون وممن يقولون ويعملون اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والسلام عليكم ورحمه الله